السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على أول درس فلسفة تانية ثانوي. الدرس بيتكلم على طبيعة الموقف الفلسفي. يعني إيه طبيعة الموقف الفلسفي؟ الموقف الفلسفي يعني لما بنقابل مواقف كتير في حياتنا أو بنتعرض لمشكلات، في حاجات كتير بنفكر فيها وفي حاجات أكتر منها إحنا ما بنفكرش فيها وما بتشغلش تفكيرنا أو بتشغل بالنا. ليه ما بتشغلش تفكيرنا؟ عشان إحنا مش مهتمين بيها، يعني الحاجة دي ما بتكونش في دايرة اهتماماتنا. معنى كده ان في امور كتير احنا بنمر بيها لكن مش كلها احنا بنركز فيها. في امور بنركز فيها وبنفكر فيها وفي امور تانية احنا مش بنركز فيها خالص او بنعديها. زي بالظبط فكرة ما احنا ماشيين في الشارع في ناس كتير بنشوفهم، الناس دي في ما بنعرفهمش، يعني كتير منهم ما بنعرفهمش، لكن لو شفنا حد نعرفه بنبتدي ان احنا نسلم عليه او بناخد اي رد فعل تجاه الشخص ده. فهنا بنقول ان الانسان بيتعرض ل قضايا كتير ومشكلات وبعضها بتمر عليه دون ان تثير تفكيره، ولكن البعض الاخر يعني بعض المواقف بيبتدي ان هو يفكر فيها. لما المواقف اللي بيفكر فيها بقى دي اللي بنسميها الموقف الفلسفي. ايه المقصود بالموقف الفلسفي؟ هو النظرة العامة والاتجاه او التوجه العام للشخص المتفلسف حينما يتناول اي امر يثير تفكيره. يعني ايه؟ يعني لو حاجة انا مهتم بيها او من ضمن اهتماماتي او من ضمن اختياراتي وميولي وعندي ليها فكر معين او عندي ليها اهتمام، زي بالظبط فكره ان في ماتش كوره، فالنهارده مثلا النهائي مصر بتلعب، ففي ناس كتير بتتفرج على الماتش لكن في بعض الناس ما بتهتمش بالموضوع ده لان هي مش ما عندهاش حب استطلاع او ما عندهاش من الاول هوايه ليه، فبالتالي هم مش فارق معاهم نتيجة الماتش ايه اللي يحصل ليها. فبالتالي الناس دول بنقول عليهم ما عندهمش موقف فلسفي تجاه المباراة او تجاه كرة القدم بصفة عامة. عندنا هنا مثال بنقول موقف الطبيب ليس كموقف الام تجاه مرض طفلها. بنلاقي ان الطبيب بيبقى عادي جدا هادي بيشوف شغله، لكن الام بتتوتر بتبتدي ان هي تدعي ربنا كتير ان اللي ابنها ربنا يشفيه، لكن الدكتور ده بالنسبة له شغله بيبقى مهتم بيه لكن مش متوتر بنفس درجة الام. عندنا موقف تاني، الناقد الادبي ليس كموقف النحوي امام نص الشعر. الناقد الادبي بيبتدي ان هو يشوف النص او الحاجة بينقده ادبيا لكن مش بيركز في النحو او الحتة الجزئية دي مكتوبة صح او غلط، مش بيهتم بالنقطة دي، فكل واحد بيهتم بالجزئية المتخصصة ليه. طيب احنا نسأل سؤال مهم، ايه اهمية الموقف الفلسفي؟ يعني النهاردة لما بنمر بموقف او حاجة احنا ايه اهميته بالنسبة لنا؟ عندنا حاجة مهمة ان هو لا يبعدنا عن الحياة. يعني لو احنا في امور بنفكر فيها وعندنا خبرة بيها، الامور دي بتكون عندنا ليها وجهات نظر، عندنا ليها افكار، جمعنا عنها معلومات بحيث لو حد سألنا في اي حاجة بنقدر ان احنا نفيده في الامور دي ايا كانت المواضيع ايه، مختلف المواضيع. تاني حاجة عندنا بيبعدنا عن مجرد الوقوف عند مستوى السطحي للأفكار. يعني ما بتبقاش إنسان سطحي، بتبقى في أمور كتير في الحياة انت عندك ليها معلومات كتير تقدر تفيد بيها غيرك. عندنا هنا مثال، إذا كان في سطح البحر جميل فإن الغوص لباطنه يتيح لنا فرصة أجمل لأنه مليء بالكنوز والآلة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن نشوف حد لابس كويس مظهره كويس لكن تيجي تتكلم معاه تلاقي إن دماغه فاضية أو ما عندوش أفكار. ليه؟ لأنه ما أخدش موقف فلسفي في كتير من أمور الحياة. ليه؟ مش مهتم. تحصل احداث في الدنيا هو مش مهتم، في تكنولوجيا جديده بتطلع هو مش مهتم، في تغيرات كتير بتحصل في الحياه هو مش مهتم. فبالتالي بنقول على الشخص ده ان هو ما عندوش موقف فلسفي. لكن لو عنده موقف فلسفي هتلاقي ان ممكن يكون مظهره كويس وعقله كمان كويس. هنعرف منين؟ لما بنيجي نتكلم مع الشخص ده. عندنا موقف الانسان العادي والفيلسوف. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الانسان العادي والفيلسوف في الموقف الفلسفي؟ نوع الحكمة، الحكمة بتاعت الإنسان العادي عملية، يعني حاجات هو جربها في الحياة فبياخد منها خبراته. لكن الفيلسوف حكمته نظرية لأن هو مش بيقدم حل لنفسه بس لمشكلته، لكن بيحل مشاكل باقي المجتمع، فمش بس بيهتم بنفسه. تاني حاجة عندنا لغة التعبير. يعني إيه لغة التعبير؟ الإنسان العادي بيستخدم لغة بسيطة، يعني مش بيستخدم مصطلحات فلسفية دقيقة لأنه مش دارس، لكن الفيلسوف بيعبر بمصطلحات فلسفية دقيقة. أسلوب التعبير، ايه اسلوب التعبير ده؟ يعني بيعبر عن حكمته ازاي؟ الانسان العادي بيعبر عنها بالحكمة او بالمثال الشعبي، يعني بيعبر عن تجربته الطويلة بعبارة قصيرة. طب والفيلسوف؟ لا، بيحلل المشكلة وبيحلل افكارها وابعادها وبيشوف كل جزء حصل ليه وايه مسبباته، فبيهتم بالتحليل.
طيب مدى الاتساق، يعني ايه مدى الاتساق؟ يعني لما تيجي تتناقش معاه هل افكاره مرتبة ولا متفرقة؟ هنلاقي ان الانسان العادي افكاره متفرقة ومش مرتبة، لكن الفيلسوف افكاره دايما بتكون مرتبة وبتعتمد على الاحكام العقلي والتتابع المنهجي. يعني ايه الاحكام العقلي والتتابع المنهجي؟ يعني بقنعك باي وجهة نظر بالعقل. تتابع منهجي يعني ببقى ماشي الموضوع من خطوة لخطوة، غير عكس الانسان العادي اللي ممكن تلاقيه بيحكي في موضوع وراح لموضوع تاني، فدايما بيكون الحكمة عنده متفرقة، او الموضوع لما بيجي يناقشه بيكون مش ماشي في الاتجاه الصحيح، تلاقيه دخل في موضوع وخرج موضوع تاني، قال كلام عكس بعض. ده بعكس طبعا الفيلسوف اللي هو بيتبع الاحكام العقلي، يعني لازم يقنعك بكل حاجة، وتتابع منهجي ان الموضوع بيكون مرتب، يعني بيمشي نقطة نقطة ما بيتوهكش. طيب من خلال المقارنة دي ازاي نحول الانسان العادي لفيلسوف، او نخلي الفرق بينهم مش كبير؟ اول حاجة نخلي الانسان العادي يستخدم مصطلحات فلسفية دقيقة يكون لها معنى واحد وواضح، يعني ما يستخدمش الفاظ تحمل معنيين فبالتالي تؤدي لسوء فهم. تاني حاجة الالتزام بتحليل الافكار، يعني لما يكون في اي فكرة يحلل الفكرة دي لأصولها ويفهم الفكرة دي ايه سببها. تالت حاجة يعبر عن أفكاره بطريقة منهجية، يعني لما يجي يقنع حد يمشي بمنهج وبيمشي بالتتابع وبالاتساق، يعني ما يفضلش يخرج من موضوع يطلع الموضوع، أو إن هو ما يحكيش الموضوع بالترتيب، فبالتالي أنت ما تعرفش تتكلم معاه أو تدير معاه حوار.